بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، زملائي وأصدقائي ومش عارف وتلاميذي في وزارة الآثار والسياحة والآثار، كل سنة ومصر كلها بخير. دعوة كريمة بشكر عليها أختي الصديقتي العزيزة وتلميذتي الأستاذة رندا والأستاذة عبير، ودعوة للحديث اليوم عن تاريخ المسيحية في مصر. الحقيقة إنه شاء من شاء وأبى من أبى فكلنا في مصر أقباط. أنا قبطي مسلم ورندا قبطية مسيحية. في البداية لازم نتعرف على أن المسيحية ارتبطت بمصر قبل أن تكون المسيحية. المسيح عليه السلام والسيدة العذراء ارتبطوا بمصر قبل المسيحية. بداية لازم نعرف كلمة المسيح يعني إيه. المسيح أو المسيح هو الشخص المنتمي، أو المسيحي هو الشخص المنتمي للسيد المسيح. واللي عايز أقوله لحضراتكم أن كلمة المسيحية جاءت في الكتاب المقدس في العهد الجديد 3 مرات، مرتين في أعمال الرسل ومرة في كتابات بطرس الرسول. ويقصد دائما بالمسيح هو ملك اليهود الممسوح بالزيوت، لأنه كان يضع الزيوت التي يتولى بها الملك الحكم. وعشان كده إذا أردنا التعريف فإن المسيح عليه السلام جاء لإصلاح ما فسد من اليهود ولخلاص العالم من كل الشرور التي فيه. المسيح زي ما قلت ارتبط بمصر. مش هحط كمان، واستاذن حضراتكم مش هقول ايه هو التفسير اللي باليهود بيقولوا لي كلمه المسيحي، ولكن هيهمني قوي ان انا اقول التفسير العربي. العرب يقال على فلان انه مسيح الوجه، يعني مليح الوجه، فالشخص الجميل يقال عليه مسيح. الوجه ذو وجه مسيح او وجه مليح او وجه جميل لشخص معين. المسيحيه حين جاءت الى مصر لم تاتي زي ما قلت، بدات قبل المسيحيه. ليه؟ المسيح عليه السلام حين وضعته السيدة العذراء كان هيرودس الملك اليهودي في فلسطين يعلن أنه، أو جاءته النبوءة بأنه سيخرج من هذه المنطقة من سيغير العالم. وعليه كان قراره بدل ما يسعى لإصلاح نفسه كان قراره أن يقتل كل ذكر تولده امرأة. فكان ميلاد المسيح وأمه السيدة العذراء التي تحدث عنها القرآن قائلا إن الله اصطفاك وطهرك، بس لا واصطفاك على نساء العالمين، يعني ادها الصفوة التي لم يحصل عليها مثيل لها. هنا السيدة العذراء جاءتها البشارة عن طريق خادمها وتابعها اللي بيقال خطيبها، وكان راجل كبير في السن كان يؤمن بهذه الفتاة كثيرا، وهو يوسف النجار. أتته كما جاء في إنجيل متى قائلا قم خذ الصبي وأمه واذهب إلى مصر ولا تعد حتى أخبرك. جاء الفتى إلى مصر مع أمه ومع يوسف النجار، دخل الى مصر من بوابتها الشرقيه. العذراء ايش دعوه، يعني العذراء مش ماسكه خريطه وحمشه تفسح ازاي. العذراء دخلت مصر من بوابتها الشرقيه، استقرت في منطقه فلسطين من منطقه سينا شويه ما بين بولوزيم والمناطق المجاوره ليها، ثم تحركت السيده العذراء بعد ذلك متحركه صوب الدلتا في تل بسطه. كان المكان اللي تروحه يقابلوها كويس يبارك، المكان اللي يقابلوها وحش تحصل فيه مصائب وكوارث. تل بسطة ضايقوها، وقعت الأصنام، راحت طلعت منها على بلبيس، ربنا أكرم وعملت المحمى، راحت مسترط، راحت سخا، راحت سمنود، نزلت وادي النطرون، نزلت على البطارية، بارك المسيح الأرض هناك عند الشجرة. كل ده كلام جميل، لكن الرحلة اللي استمرت حوالي ما يقترب من 4 سنين ووصلت حتى بيت لحم مصر اللي هو دير المحرق والمغارة الرائعة اللي هناك اللي استقرت فيها السيدة العذراء والسيد المسيح هناك لمدة 6 شهور. هذه الرحلة أول من أشار إليها كان البابا سيوفليس السادس، لما أشار إلى أنه كان يصلي ويبتهل طالبا أن تأتي إليه العذراء شارحة له أمر رحلتها، فجاءته الرؤية تطلب منه أن يدون ما ستقول عليه وسجل نبوءة الرحلة، ولكن يتحدث عنها بعد كده العديد من المؤلفات. ولعلي أشير إلى أن ما يقول له المؤرخون العرب مثل الطبري وابن الأثير حين يتحدث عن هذه الرحلة، فيقول بأن العذراء استمرت رحلتها إلى مصر بالسيد المسيح بيوسف النجار ل12 عام تنقلت فيها، وكانت لا تأتمن أن يأتي أحد ليلمس المسيح أو يقترب منه، كانت تبعد أي شخص أن يقترب من ابنها. فكان هذا الأمر هو الذي نعرفه بأنه الحرص على الطفل تغسل ملابسه وتجهز طعامه، حتى أننا بعد ذلك يقول البعض بأن السيدة لأنها في القرآن لما جاء قال وأويناهم إلى ذات ربوة وقرار معين، قيل بأن الربوة قد تكون هي أرض مصر، بل إنهم يشيروا إلى استقرارها زي ما أشرت لحضراتكم إلى 12 عام. قطعت بعد كده الصلة، رجع الولد، بدأت بركاته ومعجزاته وعظمته التي أشير إليها حتى في القرآن الكريم والكتب السماوية كاملة، إلى أن جاءت
القصة واكتملت. المسيح وضع على الصليب ثم قام مع الاحتفال الشهير اللي احنا هنحتفل بيه ان شاء الله عما قريب. بقول لحضراتكم كلكم خريستوس انيستي في اسبوع الالام. وعيد القيامة اللي ارتبط به السيد المسيح هو عيد تمت حساباته وفقا لما قام به البابا ديمتريوس الكرام البابا ال 12 من بابوات الكنيسه، وهي حساب العام الذي نحن فيه وفقا للتقويم الكنسي. ننزل سنه ثم نقسم على 19 ونمر بعده خطوات حتى نصل الى ناتج. اذا كان الناتج ما بين 1 و23 فاني اتحرك في ان يكون عيد القيامه في شهر برمهات وفقا للتقويم المصري، وإن كانت الأرقام أو الناتج من 25 ل 30 فيكون عيد القيامة في شهر برمودا. ونلاحظ هنا حاجة، من 1 ل 23 أو من 25 ل 30، ما بحطش في النص تاريخ 24 لأن التاريخ حسب مجالي لا يأتي أبدا هذا التاريخ، وهنا بيتم العيد. وعليه بيرتبط العيد الثاني المشهور عندنا اللي هو عيد القيامة وعيد شم النسيم، وهو ليس عيدا فرعونيا على الإطلاق. 162 عيد مسجلة في طيبة، ليس فيها عيد اسمه عيد الشمو. الشمو هو واحد من ثلاث فصول اتكلم عنها المصري، هتكلم عليها بعد شوية. المسيح بدأت معجزاته ثم بعد وضعه على الصليب وصلب السيد المسيح وقيامته جاءت القصة في التلاميذ. تحرك تلاميذه إلى العالم لينشروا دعوة هذا الرجل العظيم. فكانت في بنت بوليس مرقس. مرقس هو يوحنا احيانا كما يكتب، ويقال ان مرقس هي كلمه لاتينيه تعني المطرقه. مرقس جاء الى بنت بوليس ثم جاءته القرعه بان ياتي الى مصر. دخل الى الاسكندريه الميناء العظيم وهناك انقطع حذاؤه، فالتقى بانيانوس وطلب من انيانوس ان يصلح له الحذاء، فاصيب انيانوس في يده وقال الجمله الشهيره عظيم يا رب او حي الله. فقال مرقس ما هو الإله، وبدأ من هنا الحوار يدور ما بين الطرفين. فأعجب مرقس واعتقد بأن هذه النبوءة التي قالها الله له أنك ستأتي إلى مكان، واعتقد أن الاختيار هنا اختيار رباني. اتحرك أخونا العزيز مرقس مع إنيانوس وبدأ التبشير بالمسيحية وزاد الأمر لي. لما ابتدى أمر مرقس الرسول وإنيانوس والمسيحية يزيد، خاف مرقس من أي مشكلة ممكن إنها تصيبه، فساب مصر وتحرك تاني إلى بنت بوليس. وفي بنت بوليس قابل مرقس الرسول التلاميذ، ثم جاءه في المنام أن يعود مرة ثانية إلى الإسكندرية. عاد مرقس إلى الإسكندرية فوجد المسيحية قد انتشرت بشكل كبير وبدأ وجودها يزيد جدا. الأمر اللي قلق كمان مين؟ الوثنيين. الوثنيين لما قبلوا انتهزوا احد الفرص، وفي اثناء الاحتفال بعيد الاله سرابيس في السرابيوم اخذوا مرقس وخرجوه بره مكانه وبداوا يعذبوه، ثم وضعوه في السجن معتقدين انه مات. الا انهم كلما مروا وجدوا مرقس اللي اتبهدل واتضرب يجدوه يصلي لله، فخرجوا به الى الطرقات وبداوا يسلخوا جلده ويعذبوه، ثم قالوا اخرجوا التنين من دار البقر. دار البقر هنا ربما كان المكان الاول اللي كان فيه الكنيسة. ومات مرقس واصبحت الاسكندرية من هذا الوقت هي مهد مسيحية العالم، واصبح العالم اجمع يعلم ان المسيحية حين جاءت الى الدنيا في الشرق جاءت من خلال بوابة الاسكندرية. عشان كده ابونا توادروس اللي هو رقم 118 من بابوات الكنيسة يقال بانه بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة، وهي بشارة مرقس الرسول الى هذا المكان. التاريخ بقى المهم عندي، متى جاء مرقس الرسول الى مصر؟ هل جاء مرقس الرسول الى مصر في عهد نيرون؟ يقول العديد من المؤرخين ومنهم يوسبيوس مؤرخ الكنيسه في القرن الرابع بان مرقس الرسول جاء الى مصر في السنه 44، وهي السنه الثالثه من حكم الامبراطور كلاوديوس من 41 ل 54، بينما تشير كتابات البطارقة اللي تمت وتاريخ البطارقة بأنه جاء إلى مصر في السنة 15 بعد صعود المسيح، وهو التاريخ الموازي ليه ما يقابل 33 و15 48. في كل الحالات هو جاء في وقت كلاوديوس وبشر بالمسيحية ومات في الإسكندرية. ولكن يفضل بعد كده أن المسيحية ابتدت تنتشر في مصر وابتدت تدخل، لكن في البدايه ما حدش كان يعرف عنها حاجه. بدات المشاكل امتى؟ بدات المشاكل مع زياده القوه بتاعه المسيحيه ومع بدايه الانعزال والابتعاد الى الله
بعدما وجد المسيحيون العديد من المشكلات التي جاءت اليهم من الضرائب. الضرائب بدات تبهدل الناس جدا، بدات تتعبهم، لدرجه ان السيد المسيح عليه السلام ينسب اليه قول لعن العشارون. العشارون هم جميع الضرائب الرومان الذين كانوا يجمعون نسبه العشر ويقوموا بتجميعها من الاشخاص. ما بيجمعهاش بقى بخبط على الاستاذه رندا اقول لها عليك 10% من دخل، لا ده انا بضرب الاستاذه رندا وبعذبها وممكن اعذب زوجها او اولادها بشكل كان مؤذي جدا بالشخص. عشان كده الناس بدات تهرب وتعتزل، بدات الارض الزراعيه اللي هي الثروه الاساسيه بتاعت مصر. مصر زي ما بفكركم دايما وبفكر نفسي، مصر دائما ما كانت تحتل الحاجتين قمح وبردي. واعيدها بشكل تاني، مصر كانت بتغذي البطن وبتغذي العقل. مفيش دوله في العالم تقدر انها كانت تعمل كده عبر تاريخها. على فكره كل تاريخ مصر بيقول كده، كل الحكام مروا بيها بيقولوا هذا الكلام. المسيحيه بدات تضطهد، ولكن الخطا الكبير اللي احنا بنقع فيه مع بعض يا شباب ان احنا بنقول ان المسيحيه اضطهدت في عهد الامبراطور دقلديانوس. لا، دقلديانوس هو ختام للاضطهادات اللي هنسميهم الاضطهادات الكبرى العشر. ابداهم بيه نيرون. نيرون كان بيطرد الناس من روما. دوميتيان كان بيعذب المسيحيين. تراجان كانت مراته مسيحيه وكانت بنت صارمه، كانت بتبهدل الناس وكانت تكره المسيحيين جدا. سبتيميوس الفيروس. سبتيميوس الفيروس هو القسوة النفسية. ازاي؟ سبتيميوس الفيروس عمل حاجة غير عادية. كان بيجي اول ما جه وجد مشاكل ادارية كبيرة جدا في مصر. طب احل المشكلة دي ازاي؟ حلها كان بسيط جدا. سأل الامور الادارية، والله الارض دي بتاعت بولس، الارض دي بتاعت بنيامين، الارض دي بتاعت فلان، طب فين؟ ده سابها ومشي لانه عليه ضرائب. فقال لك لا، هات لي بقى الرهبان من كل حته يتجندوا في الجيش. دي نمره واحد. نمره اتنين، مطلوب من حضرتك وحضرتك كلنا استاذ رندا وخالد غريب ان نكتب في نهايه السنه ورقه نقول فيها ان احنا مسيحيين، ان احنا مش مسيحيين، وان احنا لا نعتنق الا ما يامر به الامبراطور. تقوم رندا تكتب. طب خالد، طب انا ما كتبتش قلت ان انا مسيحي، ان انا انا مسيحي، بس لو ما كتبتش، لو كتبت ان انا مسيحي واصريت هتتقتل. طب لو ما كتبتش خلاص. فيجي رندا تقول هكتب واموت مش مشكله الشهاده كويس، يجي خالد يقول لا مش هكتب، واللي في القلب في القلب. تخيلوا بقى ان اول مجمع ديني 325 ميلاديا وهو مجمع نقيا كان السبب الاساسي او احد الامور اللي تم التنسيق ليه في هذا الاجتماع كان سؤال واحد، وهو هل من خرج، من كتب انه ليس مسيحيا وهو مسيحي يخرج من رحمه الرب ولا يبقى في داخله؟ كان الامر خطير جدا. انتهت الامور بعد كده بان المسيحيه مع سبتيميوس فيل كان امر داكيوس عذب المسيحيين وكان بيقتلهم. اوريليان 272 الثوره اللي قامت ضده في الاسكندريه مع وانتهى الامر بثوره من المسيحيين وحرق عليهم الحي الملك. ثم كان دقلديانوس 284 وهو الزمن اللي بدأ فيه دقلديانوس يعلن حكمه. دقلديانوس عشان نبقى صراحة ما بدأش مشاكل مع أهل اسكندرية أو مع المصريين من أول يوم. هو لغى العملة اللي كانت ليه مصر من أيام تيبيريوس اللي هي التترا دراخمة الأربعة دراخمة. بدأ يعرض مجموعة من القواعد السياسية الأساسية والاقتصادية لإصلاح الفشل الاقتصادي، لكن كان قصاده مشكلة تانية. مشكلته كانت الغرور اللي كان فيه، الحكم الرباعي اللي كان بيديره، بعض زملائه اللي كانوا بيكرهوا المسيحيين جدا، والاهم رفض المسيحيين في مصر ان يكونوا مجرد تابعين كما كان الامر من قبل. انتهى الامر هنا ما بين دقلديانوس بان اعتبر عصره هو عصر الشهداء او نهايه او بدايه بتاعه العصر البيزنطي. ولكن العصر البيزنطي فصل يبدا من هنا، ولكن هو بدا تنفيذه وبدا اللجوء الى القبطيه كلغه والى التقويم المصري كامر تاني بعد مجمع خلق دنيا 451 ميلاديا وهو المجمع الديني اللي تم في عهد الامبراطور ليو الثاني واللي فيه خرجت مصر تماما من عباءه روما كنسيا واعلنت نفسها كنيسه ارثوذكسيه يعني كنيسه مؤمنه كنيسه مستقيمه تؤمن بطبيعه المسيح عليه السلام الواحده. هنا ده يخليني اقف مع حضراتكم بس وقفه صغيره وهو التقويم. التقويم انا عندي بستخدم التقويم القبطي صح؟ قبطي يعني مصري، انا قبطي مسلم ورندا قبطيه مسيحيه، كلنا قباط. التقويم هنا هفضل ان انا اسميه التقويم الزراعي اكتر. طيب التقويم ده تقويم بيعمل ايه؟ بيقسم السنه لثلاث فصول. برت اللي هو البذر، شمو الحصاد مره ثانيه وثالثه ورابعه وعشرة وعشرين. الشمو ليس له علاقه بشم، لا يوجد هذا الاسم في ال 162 عيد اللي عند المدونين في طيبه. فصل الشمو اللي هو الحصاد واخت اللي هو الفيضان. طيب عايز برضه الفت نظر الناس عشان الناس بتلخبط. المصري كل السمك المملح والمصري كل البصل. السمك المملح فيسبسيانوس الامبراطور الروماني فرض علينا ضريبه اسمها ضريبه السمك المملح. الاله سكر
لما بيطلع في العيد بتاعه زي ما متصور فيه ملفوف حوالين رقبته بصله. الاله مين؟ العيد بتاعه كله اشهر ما فيه ان الملك يقدم له خصايه على المائده بتاعته، الاكل موجود كل اللون الاخضر والبذر والحصاد ده موجود، لكن ما فيش العيد الاصلي. قد يكون العيد كان له مسمى لكن هذا العيد. ويلفت نظر حضراتكم حاجه، ان العيد عندي هنا مرتبط بايه؟ العيد عندي هنا مرتبط بعيد القيام، يعني القيامه هو تاني يوم، ما بيتغيرش على حسب عيد الربيع وفقا للتقويم المصري. زي ما قلت لكم المصري قسم ثلاث فصول، على بوابه مروروك السقاره هتشوفوا المنظر، ثلاث خراطيش كل خرطوش فيه اربع شهور، اخ توبرت وشمو. الشهور هي ايه؟ اولا النجم بيظهر في اليوم في اليوم التاسع من الشهر الثالث من فصل الاخر، بيظهر نجم سبت اللي هو النجم اللي بيوازي دلوقتي 19 يوليو. لكن السنه بتبدا عندي بايه؟ ده بدايه الفيضان، بدايه السنه يبدا بشهر توت، توت اللي هو ايه؟ جحوتي، توت ري ولا فوت. بعديه يجي لي الشهر اللي بعده بابا بايبت عيد الاوبت، بابا غلب النهابه، يعني وانا بزرع في بابا ما حدش يقدر يسرقني. بعديه يجي لي الشهر اللي بعده هطور ابو الدهب منطور، في اجمل من كده؟ هطحور وده الزرع يبقى لونه السنابل الذهبي. بعد كده يجي لي كياك كاحر كا عيد الارواح، وعيد الارواح اتولد فيه الهه، هلاقي اوزوريس اتولد في كياك والسيد المسيح يوم 29 كياك، ميلاد السيد المسيح 29 كياك وليس 7 يناير، 7 يناير ده ما يقابله في التقويم اللي هتكلم عليه كمان 3 4 دقايق من دلوقتي. طيب بعديه بلاقي بعد كياك يجي لي شهرين تشفت او تشفتت او تشفبه اللي هو بقت طوبه، اللي هي اسم قد يكون اسم من اسماء الحنطه، طوبه الشابه كركوبه، مخير امشير صفه من صفات ست ابو الزعابيب الكتير. بعد كده يجي لي بابيري من حطب عيد الملك من حطب اللي هو برمهات بدايه الحصاد روح الغيط وهات، برمودا بارينينوت تربت الحصاد اللي هي الحيه الصغيره برمودا دق عموده. بعد كده يجي لي باشانس باخونسو عيد خنسو ابن امون وطمود في الكردك، باشانس يكنس الارض كنس الارض تخلص، ويوم 24 بشمس ذكرى دخول السيد المسيح الى ارض مصر مع السيده العذراء في الزياره الجميله بتاعتهم اللي هي العيد المقدس اللي هي بتساوي 1 يونيو من كل عام. بعد كده يجي لي ابيب باونا باينت عيد الوادي اللي امون بيطلع من شرق الغرب النيل عشان يزور الاسلاف، باينت باونا باونا الحجر هتنشف ميه على شجر. بعد كده يجي لي ابيب عبب يقال ان هي الملتهمه ويقال ان هي الاله ايبب احد الالهات المحليات في طيبه، لكن في ابيب هتسمع للميه دبيب. بعديها يجي لي مصر ميسيرا الشمس بتتولد من جديد، ميسيرا اللي هو ميلاد الفيضان هتسمع للميه عصرا. دي الشهور 12 شهر. بعد كده بيجي لي خمس ايام اسمهم حريهورو، حريو يعني فوق الايام اللي هي ايام النسيء الخمسه لميلاد الارباب ايزيس واوزوريس ونفتيس وست وحط. الكنيسه خدت ده واشتغلت بيه وربطته باحداث بتاعتها. لكن لما اجي اقول 284 283 200 كذا والتواريخ اللي انا بقولها، التواريخ دي يا شباب التاريخ هنا لو انا سالت اي حد من اهلنا المسيحيين هل التواريخ دي انت متيقن وتملك التاكيد الكامل بان السيد المسيح عليه السلام جاء ولد من 2020 عام؟ مش هتقدر تفيدني بتاريخ محدد او وثيقه محدده. علشان كده تعبير اي دي انو دوميني مش افتر كذا ومش افتر ديس والكلام ده. طيب التقويم ده في الاصل الشهور تقسيمه الشهور دي بدا بتقويم اسمه التقويم اليولياني اللي عمل يوليوس قيصر، ثم في سنه 25 قبل الميلاد حدث اعاده اصلاح التقويم وتقسيمه ل 12 شهر باللعبه بتاعتنا في عهد الامبراطور اوغسطس. عمل ايه اوغسطس؟ عمل اللعبه بالشكل ده. عملها ازاي؟ عمل اول حاجه مارس، السنه كانت تبدا بيناير تبدا بمارس. مارس ده مين؟ اله الحرب 31، افريل افرو الربيع 30، مايا الارض 31، جوان الشباب 30، الشهر الخامس في السنه يوليوس قيصر نفسه بقى مين؟ بقى جولاي. يوليوس قيصر هو جولاي هو الشهر الخامس، جه بالصدفه 31 نص السنه اوغسطس قال انا، واللي حطوا التقويم قال اوغسطس يجي منتصف سنه يقسم السنه. بس هل ينفع اوغسطس يبقى الشهر بتاعه اقل من يوليوس قيصر؟ ما ينفعش. فعملوا استثناء وخلوه 31، ده يفسر لي يوليو واغسطس لغايه النهارده 31 يوم. بعد كده جالي الشهر السابع سبتمبر، ست يعني سبعة، اكتوبر الشهر الثامن، نوفمبر الشهر التاسع، ديسمبر ديس الشهر العاشر، جانف البوابتين، وفيفر النهاية اللي هي بتنهي السنة بالكامل عندي وبتكتمل عقدة السنة إلى 12 شهر. جالسا في القرن ال 16 الأنبا جريجوري وعمل إعادة إصلاح التقويم وإعادة تقسيم الأسابيع مرة تانية، ومنها خرج بالنتيجة بتاعته بإن السنة تبدأ بيناير ليكون ختام وبداية، نهاية وبداية، ألفا وأوميجا هي ميلاد المسيح ما بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية مع إعادة الحسابات و
واضافه يوم ليناير يبقى 31 وتمشي السنه على هذا. التقويم الثالث عشان نقفل بقى التقويمات كلها هو التقويم الهجري. التقويم الهجري عفوا غير مرتبط بهجره الرسول عليه الصلاه والسلام، هو لهجره ما غيره من ذلك. وتم في عهد عمر بن الخطاب انه لما المسلمين فتحوا العديد من البلدان بدات الازمه من هنا تتحرك نحو تقويم يربط الجميع. فكان التقويم نبداه من ايه؟ نبداه بايه؟ نبداه بهجره الرسول ولا نبداه بميلاد الرسول ولا نبداه بايه؟ ولا نبداه برمضان؟ فكان الراي بانه يبدا بالمحرم. ولماذا المحرم؟ لانه الذي يلي موسم الحج، الحج يستمر ذو الحجه كله بعد كده ينتهي نبدا المحرم، فاذا عاد الانسان من الحج فعاد كانما ولدته امه، فليكن بدايه وليكن هجره لما غيره من التقاويم. وتم هذا في عهد عمر بن الخطاب. وبالمناسبه مع الفتح العربي لمصر وفتح الاسلام لمصر، مصر استمرت تستخدم هذا التقويم حتى جاء الخديوي اسماعيل وبدا استخدام ما يعرف بالتقويم الميلادي اللي هنسميه الميلادي. وانا كنت بس حبيت اشرح لحضراتكم الفكره بتاعته.